ازيكم يا مواليد برج العذراء، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج العذراء ليوم الثلاث 30 نوفمبر تشرين الثاني 2021. يا عزيزي العذراء، لو لم يكن لديك اي وقت تقضيه مع عائلتك في الاسابيع القليلة الماضية، ومع ذلك قد تجد نفسك اليوم تخطط لنزهة عائلية للاستمتاع بالروابط التي تشاركها مع أفراد عائلتك. حان الوقت للتواصل معهم مرة أخرى ومع الأشخاص الذين لم ترهم منذ فترة طويلة. اليوم هو فرصة رائعة لقضاء بعض الوقت الجيد مع بعضنا البعض بتكاتف. عاطفيا، كانت تجاربك السابقة مرهقة للغاية لأن شخصا من حولك لم يكن على ما يرام، ولكن الآن بعد أن أصبح عزيزك لائقا صحيا مرة أخرى ستنسى كل الإرهاق وستشعر بالحماس الشديد لمقابلة أحبائك بعد فترة طويلة، وأن تشهد أن عائلتك بأكملها اليوم معك في كل سعادة، وأن نضالهم ضد كل حزن أمر مرضي للغاية بالنسبة ليك. بالنسبة ليك مهنيا، ربما لم يكن الماضي مثمرا فيما يتعلق بحياتك المهنية. لقد كنت تعمل بجد ولكن دون جدوى. لم يكن هناك شيئا في صالحك، لكنك اليوم تصادف شخصا ذو خبرة في حياتك العملية. يتمتع هذا الشخص بكل الصفات التي تجعله يصبح معلمك، وستتعلم من هذه الشخصية العظيمة في كل خطوة على حد اليوم. بالنسبة للصحة، يبدو أنك تتجاهل صحتك اليوم. أنت لا تحافظ على صحتك الجيدة هذه الأيام، ومع ذلك فأنت متحمس جدا لكل شيء وكل من يحبط بك. يمكن أن يكون الشخص يعاني من اعتلال الصحة في عائلتك، ويجب الاحتفال بالشفاء السريع بأي شكل من الأشكال. ستجمع هذه الأخبار السارة بين أفراد كل أسرتك وتقوي الروابط بينكما اليوم. توقعات السفر لمن يهمه السفر، سيكون اليوم ممتع مع كل شخص قريب من قلبك. على الرغم من أنك تشعر دائماً بوجودهم من حولك، إلا أن وجودهم معك بعد فترة طويلة أمر مجزي للغاية. قد تجد نفسك مسافرا إلى مدينة أخرى لمقابلة أفراد عائلتك اليوم. من الممكن أيضا أن يأتي الآخرون إلى منزلك، لذا كن مستعدا للترحيب بهم واستمتع بوقتك معهم تماما طول اليوم. نصيحتي ليك النهاردة، استغل هذا اليوم لتكون ذكريات جميلة. نصيحتي للأفراد العزاب، استمتع بحضور عائلتك طول اليوم. نصيحتي للمرتبطين، بيوم من عائلتك سيكون كافيا لتجعلك تشعر بالرضا. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.